سلام واضح، معكم هند بوطرفش، مقاولة شابة مقيمة في مدينة مراكش. على البكالوريا وقريت ثلاث سنوات في الكلية، من بعد كملت الدراسة ديالي وخديت جوج دبلومات، دبلوم في السكرتارية والبيروتي ودبلوم آخر في الانفورماتيك ولا كونتابيليتي. دونك فكرت اني ندير هذا البروجي، هذا نهار بديت كنفكر اني ندير شي مشروع اللي يكون خاص بيا. فوالا وبقيت كنقلب في الانترنت، هكا بان لي الكونسيبت على برا. دونك وبانوا لي لي فام دايرينو على برا وعجبتني لي ديك، قلت علاش لا ما نديرهاش وحتى على ارض الواقع. كوم اون فام لي خدامه في هي بحال راجل الشاي العام في البروجي ديالي اللي مسميه انستا بريسو. داري بخي ريزونابل بالنسبه للناس اللي كبر، اللي ليزيتيديون انا قريبه ليهم، كاينين حدايا مدارس، الناس اللي خدامين في ليزاجونس وفي لي بوتيك. المهم داري دي بخي ريزونابل كيبداو من 6 دراهم، 6 7 حتى 8 كابوتشينو و 8 واحد الكافي خاصة بنا مسمينها انسابريسو، حتى 8 دراهم اللي باغا يذوقها مرحبا به. فاش كتبغي ديري شي بروجي اللي هو ما عمرك كيما درتيه سورتو في الشارع العام و نتي مرا، اكيد غيكون عندك واحد التخوف، ولكن الحمد لله ما كانش تخوف كبير. حيت شكون كان تخوف كبير ما كانش غادي نبدا فيه، كان واحد التخوف بسيط ولكن تغلبت عليه فوالا وحطيت لي هدايا في ارض الواقع. وكانت عائلتي ديما السبب ديال النجاح ديالي في اي حاجه كنت كنديرها، حيت ديما كانوا كيشجعوني. تقبلوا هاد الفكره بواحد الطريقه اللي عجبتني بزاف، وهي اللي مخليني نستمر. لحقاش كيف ما كتعرفوا الشارع ماشي حاجه سهله، سورتو للمراه، الشمس عليك، الشتا عليك، الناس اللي ما مزيانينش بيان سور. نفكر فيها اني نكبر البروجي ديالي، بغيت ندير فيه مشروع نسوي يخدم معايا البنات ونكبروا ان شاء الله. ندير شي جمعيه ولا شركة ان شاء الله ونكبر المشروع وندير فيه بزاف ديال لي بيسيكليت هنا في مراكش، وعلاش لا في المغرب كامل. وان شاء الله ندير دي كافي لوكال ان شاء الله الى كتب الله.